السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، طلابنا الأعزاء، قدمنا لكم في اللقاء السابق إجابة امتحان الإنجليزي بالنسبة للقسم العلمي 2019-2020، وده إجابة امتحان الإنجليزي للقسم الأدبي 2019-2020. هو كمثل الامتحان السابق 6 أسئلة برضو. هذا السؤال الأولاني تشوز تقريبا، بص في الإجابة طبعا، وكنت أنت محضر الأسئلة من كتاب خارجي طبعا. وأدي السؤال الثاني تقريبا إجابة القطعة، وأدي السؤال الثالث إسلامك وفي A و B تمام، وأدي السؤال الرابع، ودي إجابة السؤال الخامس الباراجراف، ودي إجابة السؤال السادس ترانسليشن اللي هي الترجمة من عربي الإنجليزي ومن الإنجليزي العربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وأن ييسر لكم كل عسير وأن يسهل لكم كل صعب، اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.